لو صابر المداح في الجزء الاولاني خلص كل حاجه محترم وبقى شيطان ورجع وتاب فخلص كل حاجه وعمل سحر ومش عارف ايه، لما قفلنا قلنا ما احنا نبدا بحرب، هي حرب، الحرب ده تفضل ليوم الدين اي حد يعني دخل في الحته دي، بالذات اصل الموضوع ده فخ كبير وقماشة عريضة وحكايتها كبيرة وتفاصيلها كبيرة جدا. فبالنسبة لنا الفرس المداح بطريقة ثانية، واللي سخنني يعني اللي حمسني يعني سوري الكلمة اللي حمسني على انا اجرب اشتغل الاستاذ احمد سمير فرج كان نفسي يبقى موجود معايا النهارده، هو بس في مونتاج وامين جمال وشريف يسري وليد ابو المجد والشركه طبعا منتجه، وانا حسيت ان هو المداح الجزء الثاني مفيش اي مقارنه ما بين الاولاني، احنا رايحين في تراب ثاني خالص وقصه ثانيه خالص وحكايات ثانيه ولازم يبقى في رد فعل، لان هو صابر لما خرج بره الناس دي خرج بالغلط، ما خرجش بالهدوء، خرج سخنين وبلع حكاية الكابوس اللي جالكوا كلكوا في انت وتامر وسهر، الكابوس واللي بدأ جزء منها يتحقق حقيقي دي فكرة احمد سمير فرج، ده في الحقيقة كمان يعني انتوا بدأتوا تحققوا كوابيس في بيوتكم؟ لا انا ما حصل، لا هو الكوابيس دي بتجيب اصل انت غصب عنك، انت طول الوقت عمال تصور سويت ونار وحاجات وتعديل، فتروح هتلاقي مش هتلاقي حاجه، فبيحصل ده، هو ممكن يكون حصل شويه حاجات في مرسى للامانه. يعني سمعت ان كان المطار في حصل حاجتين في الاوتيل، انا افتكرت نفسي كان الجبان كلها الباب عندي بيتفتح مع اني اكتشفت ان لما نزلنا في التصوير لقيت كلمه ان اللوك بيتفتح للبنات، ده هم اللي بيقول لان البنات دايما يقفلوا على نفسهم اكتر، احنا رجاله عادي يعني بس انا بخاف بقى. وفجاه لقيت لك كل السيره اللي شغاله ان ازاي الباب بيتفتح، وفجاه انت تسمع ازاي الباب، طب ازاي؟ لا مفيش تك يعني عايز تك بوك مش قادر افهم، ما بركزش لان انا دايما انا بنام لوحدي على طول يعني، انا حتى في بيتي فاصل نفسي مش يعني تلاقيني كده بحب ابقى مع نفسي مع نفسي.